مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. طلب عدد كبير من المغاربة أننا نشوفوا الموضوع ديال مو السعدية وفي نقاش شيئا ما حاد مع سارة. من هي سارة؟ مشاهدينا الكرام، سارة حسب تصريح ديالها الهدف ديالها نبيل، أنها تقدم المساعدة وفق المستطاع لأم السعدية، إلا أن مستجدات في الموضوع تصدع بالأطراف ملف أخذ اتجاه آخر، نقاش في الرأي العام حول سارة. سارة شيئا ما مثيرة للجدل، غنشوفوا ما حيثية القضية. سارة إذا كان ممكن تساعديني في الموضوع ديال مو السعدية، من الأول ديالك شنو هو السبب تتلاقيتي بها؟ يلا من الأول حنا هابطين. السلام عليكم. هو صراحة أمي السعدية نهار الأول كنت جايبة ولادي من ليكول، كنتلاقى بها، جاية هي واحد السيدة ولا نوقف، بانت لي السيدة غادا قصيرة ومحنية ما قادرش تزيد، وديك السيدة شادة لها في يدها، وقفت وأنا نقول لها السلام عليكم، قلت لها واش الوالدة ديالك؟ قالت لي إيه. قلت لها أختي فين بغيتو تمشي؟ وراح شوما المرأة كبيرة هكا، خدي لها غير طاكسي. قالت لي راه بغينا نمشيو عند شي عائلة، ركبتهم معايا. قالت لي شوفي، بقات كدور بين أمي السعدية ما عقلتش على البلاصة. قالت لي الله يجازيك بخير، أنا ما كنعرفش هاد السيدة، خليها معاك غنمشي في حالي. قلت ليها فين بغات تمشي؟ قالت لي بغيت نمشي لكاريان ولد طيبي في سيدي معروف. قالت لي باغا نمشي عند شي ناس كنعرفهم. مشيت لديك البلاصه، سولت، شديت عند هذوك الناس، جلست معاهم يومين. هذوك الناس جراو عليها، كنتفاجئ من بعد يومين جايبه ولادي مع نفس الساعه اللي كيخرجوا بها من المدرسه، جايبه ديزا كتبان لي جالسه في حجره والشتا كطيح عليها، الشتا كطيح عليها. بقى اللي جا كيجمع معاه كيمشي، اللي جا كيجمع معاه كيمشي. مشيت انا شفت سبعه السمساره في سيدي معروف، راه يكونوا يشوفوني دابا. قلت لهم عافاكم، بغيت ديك السيده بحكم راه ركبات معايا وعرفت ظروفها، بان مول الدار جرى عليها وهي مع مول الدار 26 عام، واستغل الفرصه ديال العيد الكبير وخرجها للزنقه، لا ريال لا جوج، وباتت في الزنقه، كتبات مع البنايه، كتعطي البنايه 20 درهم باش كيطيبوا لها داك العشاء ويخليوها تبات. صافي العساسه، مره عساسه مره بنايه، جبتها عندي للدار. ما كنتش انا ناويه نخليها كاع عندي في الدار. ديك الساعه كانت عندي كسيده في الطوموبيل وخويا عنده الخطبه الغد ليه، ديتها عند واحد السيده كنعرفها، عطيت لديك السيده 250 درهم، قلت لها غتخلي عندك هاد السيده غير يومين فوق مشاكيني ونجي ناخذها من عندك. ديك الساعه الغد ليه انا كنت عند الطبيب غادي نعمر الدرسه ديالي، يلا بنجني الطبيب كنلقى النمره ديال السيده وكتصيفط ليا ميساجات دابا جي عندي. الطبيب ما كملش ليا الدرسه، مشيت كنجري عند السيده، قالت لي هاد السيده خطيره ما نقدرش نشدها، ديها في حاله. هزيتها ديت معايا ام السعديه، قلت لها فين غادا فين انتي؟ قالت لي دينا للزنقه. جبت ليها واش 200 درهم 300 درهم بغيت نعطيها لها ما بغاش تشدها. قلت لها تاكلي شي حاجه؟ قالت لي لا، ديني القهوه نشرب كاس ديال القهوه. قلت لها واخا. قلت انا مالي ومن هادشي، انا نقول صراحه اش بيني وبينها، تبليت مع دوخات ليا دماغي، ركبتها حطيتها حدا القهوه، قلت لهذاك السيد هكا صوب لي هذاك الشيء اللي بغات، خليتها مشيت في حالي. غدا عند ماما كانت جمعه ناكل عند ماما الكسكسو، يلا وصلت لنص الطريق ويبان لي في المرايه خلات الساك ديالها اللور، وانا نرجع عندها مع غرجع نعطيها الساكه وهي تشوفنا وهي تقول لي بنتي رجعتي عندي، كنت متاكده بانك ما تخلينيش. صدمت، صافي ديتها معايا، ما قدرتش نديها لدارنا حيت دارنا ما يخليونيش ندخل شي حد للدار. ديتها القهوه، كلينا الكسكسو، جات قلت لها شوفي انت غادي ندخلك معايا غير واحد المده حتى يحيد البرد والشتا وغادي نشوف لك بلاصه. قالت لي ماشي مشكل، ما غنسبب لك لا مشاكل لا والو. دخلتها معايا للدار 15 شهر 10 11 12 وليت كنخرج حيت انا خدامه كنبيع، كنت كنبيع كندير التجاره الحره، كنبيع الحوايج للجمله وداك الشيء المحلات الكبار، كنخلي معايا المساعدات، كنجي كنلقى يا اما هي معديه على المساعدات يا اما المساعدات معديين عليها. اخر مره كنت خليت معاها شلحه، حاشاك امي السعديه ولات كدير بيبي في الفراش ديالها، كتجيب لها الطاسه، هذيك الشلحه مبغاش تجيب لها الطاسه. ملي كندخل مع ربعات العشيه للدار كنلقى امي السعديه زرقاء في لحمها، حاشاك الطاسه ديال البول مليوحه كاينه العصا. قلت لها فين هي السيده؟ قالت لي ضرباتني ومشات. بقيت كنفكر، قلت شكون وقع دابا شي مشكل، فين غنوليو؟ قلت لها شوف يا امي السعديه، قالت لي نعم. قلت لها من هاد الساعه غادي تقبلي معايا الخبز والماء؟ قالت لي مرحبا. قلت لها انا ما بقيتش خدامه، داك الشيء اللي قسم الله غنعيشوا به. قالت لي مرحبا، انا درت بروغرام في راسي شهر جوج نديها لدار العجازه. وصل الاول في شهر جوج مرضات لي امي السعديه، انا عندي شي فلوس باغا ندير اوبيراسيون والسيسه نحيدها عندي في الوالده،
مرضات، اديتها لاكلينيك، ملي ديتها طلبوا لي بزاف ديال الفحوصات، طلبوا خسرت عليها دوك الفلوس اللي عندي كاملين. هذيك الساعه ولا بغات روحي تخرج، ما قدرتش نعيش بلا بها، كنغوت نقول لهم عافاكم عتقوني، انا ما غنذكر سميت هذاك لاكلينيك، ولكن اللي شافوني راه غيعرفوني. تنقول لهم عافاكم عتقوني، المدير ديال لاكلينيك كمل لي 37000 ريال، درت لها سكانير، درت لها كلشي، تنقول لهم ما نقدرش نعيش بلا بها. قادوا لها الامور ديالها، دواتها، خرجات من بعد يومين، خرجات جبتها للدار، صافي من تم عرفت راسي ما نقدرش نفرط فيها. جا شهر جوج، جا شهر ثلاثة، جا شهر ربعة، وهذا الشيء كله في كورونا. جا شهر خمسة، يعني دازت خمس شهور داير كاين الكونفيرمو، كتوصل حتى العشيه ممنوع الخروج. هادشي في كورونا؟ في كورونا. واخا في كورونا قلتي لي انني انا كنت كندير التجاره وكانت محبوسه التجاره في كورونا. لا محبوسه، مطلوقه في الاواخر ديال كورونا، فهمتيني؟ في الاواخر. المساله الاخرى انه قلتي عندها مشكل ديال التبول. ما كانش عندها، ولا عندها مؤخرا مع الكبر السن ديالها، وكتشرب اتاي بزاف وداك الشيء، يعني خاصك ديرها بحال وليد صغير، توصل حتى العشيه حيد سوائل. وهذا ما حاولتيش انت قبل ملي عرفتيها تبحثي على العائله شكون المقربين توصليها ليهم؟ هادشي ما درتيش؟ مع ان السيده جرى عليها مول الدار، بغيت ناخذ لها حقها، يرجعها تسكن ولا يديروا لها المغاربه شي حل تمشي لدار العجزه، وبغينا نعرفوا هاد السيده شكون هي. ما كاينه حتى رده فعل. يعني همتى الناس ولات عندهم حق يدخلوا في عندها وليدات؟ لا مربيه الوليدات، مربيه 12 ولد، مشى في حاله، كيكبروا كيمشيو في حاله. ما عمرك تواصل معك شي واحد فيهم؟ كيتواصل معايا واحد الولد ديالها، ولكن ما خارج واحد المدينه الدوله ما نقدرش نجبد هذاك الشيء، فيه مشاكل. من موراها هنا لقيتي راسك بانه دخلتي في واحد الحياه اخرى، زاد عندك عنصر جديد هي ام السعديه، غادي تولي معك شريكه في الحياه. حتى لهنا فين وصلنا ياك؟ مزيان. شنو الخطوات الاولى باش بديتي؟ الخطوات الاولى عايشين عادي، يعني انا كشي حاجه ما عمرني شفتها. اللي قالتها كتضحك، وبحكم كانت اندفاعيه كتخسر الهضره بزاف، وداك الشيء ما عمرني عشته، كنفرح وكنضحك. انت درتي القناه؟ القناه فوقاش درناها، كانت انا العشيه كنخرجها تشرب قهوه، حيت كانوا كيحبسوا مع الثمانيه، تسعه الثمانيه. ملي وصل رمضان ما يمكنش انا كيحبسوا مع السته العشيه. الا بقيتي عاقل السته العشيه تحبس الخدمه، كيحبس كل شيء، ممنوع التجول. ديك الساعه كان عندي واحد الحساب في تيك توك، كانت طالعه واحد السيده قالت سيري السعديه دايره لايف الله يلكيها لك، حنا كنتفرجوا. ام السعديه كيحسب داها عليها، قالت لي والو جبدي لي السيده، ام السعديه راه ما كاين والو، كيفاش غنفهمها؟ طلعت هذاك الحساب، درت واحد اللايف في هذاك سميتو، وطلعت واحد البنت قالت لي انا راني مريضه، عفوا قالت لي مريضه، عافاك قولي لامي السعديه دعي معايا. قلت لها امي السعديه دعي معايا هاد السيده. امي السعديه قالت لي انا ماشي سيدي ربي كله، وبيبطن واحد الولد من اسبانيا ريكورد اللايف بارطاجاه تما فين جانا البوز. انا ما فاهمه والو، لا في تيك توك لا في هادشي، ما فهمتش. في تيك توك ولا في يوتيوب؟ في تيك توك. موراها من بعد يومين انا كنبكي بحكم بابا سني، ماما دايره الخمار، عائله محافظه، والدي غضبوا عليا ما عجبهمش الحال، حكم هما غضبوا. فاش ديت لهم مسعديه في راس العام دارت واحد الحركات بالكاس، بغات تشرب مناضه ودارت شي حركات ما عجباتهمش، جراو علينا مع الوحده الليل. بابا قال لي اش هادشي؟ هادشي تي قادر تشدي مرا عندها 90 عام ما قادرش تشدي ولدك عنده 6 شهور ويجري عليا انا ولدي عنده 6 شهور وامي السعديه مع الوحده. امتى درتوا القناه؟ انتوما بقيتوا في تيك توك ولا درتوا القناه من بعد؟ لا بقينا في تيك توك، الناس قالوا لنا لا بقاي معنا وحنا عجبتونا وهذا. من بعد الناس ولات تقول لنا ساره انت ما خداماش، كنشوفوك ما خداماش، راه الناس كياخذوا هاد اللايفات ديالكم وكيحطوهم في اليوتيوب، كيستافدوا منهم كيتخلصوا، علاش ما ديريش قناه في اليوتيوب وحنا نعاونوا؟ قلت لهم ما عنديش محتوى، قالوا لي هذا المحتوى، قلت لهم تخسر الهضره ما نقدرش نحطه، قال لي حنا غادي نعاونوك. فبقيت انا كتمي سعدي كتقول شي كلمات هكاك، بقينا غادي، الناس عجبهم الحال. من بعد دابا كاين واحد الشونجمون كبير، مي السعديه ما بقاتش كتخسر الهضره، هي وحقيقه من شب على شيء شاب عليه، يعني ما نقدرش عندي واحد العصا السحريه ولا هي ولدي صغير غادي نشد صنداله ونعطيها ما ديريش ما تفعليش. ولكن ملي عشراتنا كيف كيقولوا من 10 قوما 40 يوما صار منهم، ملي عشرتنا كاين واحد الشونجمون كبير، راه ما بقاتش كيف ما كانت، ملي تبدلات ما لقيتش واحد ساره برافو كوغاج عجبتينا هادشي اللي درتي زوين السيده، لا استغليتيها ودرتي موراها الفلوس ودرتي، بغيت نعرف فين هما. انت درتي القناه من بعد في يوتيوب؟ درت القناه في اليوتيوب. دوزتي معها محتوى هي؟ نعم. ديري محتوى معها هي، يعني هي الموضوع اللي كتكلموا فيه في القناه ديالك؟ كان ما بقاش هي الموضوع، كان يعني كنديروا داكشي ديال الضحك، كتبقى مجمعه معاه كتعاود على بكري كتخرج شي كلمه ماشي هذيك، والناس كيعجبهم الحال وكيضحكوا. ملي الناس شبعوا
ولو كينتقدوا هي اصلا ملي ما بقاتش كتخرج. واش الناس شبعوا ما فهمتش؟ فحال كتبقى تتفرج فيه، مثلا ناخذوا مسلسل سامحيني، خمس سنين هو غادي يطلع الناس في راسهم. امي السعديه صافي ما بقاتش ديك نفس الهضره، نفس الهضره واصلا تبدلات، ما بقاتش كتخسر الهضره، وما بغاو تخسر الهضره باش يتابعوها. يعني مع احتراماتي للناس المتابعين ديالنا الاخرين اللي كيبغيونا. شنو هو المشكل اللي عندك معاه انت؟ المشكل اللي عندي معاه دابا ولاو انتقادات صارخ، خديتي الفلوس تاع امي السعديه وكليتي. انا السؤال ديالي ماشي على الناس، على هي. قلت لك شنو هو مشكلتك معاها انت؟ هي مع امي السعديه. ما عنديش معاه مشكل. فين كاينه هي دابا؟ كاينه معايا في الدار. كيفاش العلاقه ديالك؟ عاديه بحال بنت وماماها، وبحكم الكبر السن ديالها ما كتنعش بالليل، كتنعس ساعه ساعتين ساعه ونص، وعندها داك النعاس كتنعس تكمع وهي جالسه. ما عنديش معها مشكل، هادشي كامل على راسي وعينيا. الناس ساعدوها هي؟ لا ما كاينينش مساعدات، قليل شي نقول لك جوج الناس، جوج الناس، واحد السيده من فرنسا عائشه، واخا ما بغاش نذكر السمياج، وواحد السيد من مراكش عاونها حتى هو الله يجازيه بخير محسن، وواحد السيد اخر يلا مؤخرا تكلف لها بهاد الدوايات ديالها والتحاليل ديالها وهادشي. امين، هادو هما الناس. انت في خضم الكلام ديالك ملي كتعطيني مشكوره القصه من الاول، كتروي معايا العلاقه ديالك بها من الاول بطريقه يعني بالتدقيق الممل. قلتي لي واحد الكلمه انه في لحظه من اللحظات قلتي لها غادي تشاركي معايا الحاره والحلوه تبقاي معايا ديما. دابا القرار ديالك تغير، كتقولي غندير دار العجازه. شنو هو سبب التغيير اللي غادي يغيرك على هذه الام؟ الا كان عندك فريمون حسنيه وعندك حب ليها كبير، شنو اللي غيغيرك الان؟ ما غيركش في الاول اللي كانت عندها صعوبه كما قلتي وكتخرج بعض الخرجات شيئا ما مخجله، دابا قلتي تهدنات ولات فيها مواصفات ايجابيه، عاد انت بغيتي تصيفطيها للخيريه علاش؟ اليوم شفت الحبس نقول لك. امي السعديه ناضوا لي بزاف القنوات، كاين اللي باغي يطلع القناه ديالو، كاين اللي هو كيشوفها هكاك ما كيشوفش الجانب الانساني، الجانب شي حاجه زوينه دارتها ساره. فملي كنشوف انا عندي ثلاثه الوليدات، ولدي مؤخرا دخل الانعاش ثلاث ايام، ومورا المهم جلس ليا ست ايام في لوبيتال بسبب كلا شي حاجه مسمومه، دار راه كان غيموت ولا كيتقي الدم عزكم الله، وكيخرج ليه الخروج ديالو الدم بواحد الشكل كبير، كان غادي يموت. ماما مشات دخلات في, 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 في كان غادي يسكت ليها قلبها، جاتها كان غادي يسكت ليها قلبها. امي السعديه مرضات، كنشوف راسي امي السعديه، الناس كلهم كيقولوا ساره انت كتكرفسي عليها، انت كتضربي امي السعديه، انت ما كنتش مسوقه لهذه القضيه. ولكن ملي دخلت المحكمه وشفت واحد الناس شي غادي ظلم شي غادي، ولات ملي دخلت المحكمه تخلعت. قبل ما نمشي معك للمحكمه، هذه المساله ديال انت كتقومي بالاعتداء على امي السعديه، مزيان، هاد الناس مين جابوا هادشي؟ خرجت بشي تصريحيه قالت هذا الكلام؟ انا ما عمرني هادشي قالته ليهم، انا سمعته الناس كيقول لك قالت ليهم بانني انا كنضربها، كيفاش غادي نضرب الحيمه؟ فاش قالت ليهم؟ واش في التليفون ولا خرجات في شي فيديو شافوه الناس؟ هما كيقولوا لك انا كنضربها، هي راه الجيران اللي حدايا كلهم شاهدين بانني حسن المعامله. نغير معك السؤال، واش عمرك شي مره شفتيها هي في شي فيديو ضدك؟ لا ما عمرني ما شفت، ما عمر انا سمعتهم كيقولوا سجلوها، ولكن باش شفت وسمعت ما سمعتش. المساله الثانيه هو القضاء والقدر، هاد المرة كتكون الوقت مزيانة، مرة كتكون صعيبة، بعض الظروف كما حكيتي ديال الوليد الله يشافيه، الأم ديالك وباك تا هما الله يشافيهم، ولكن هذا كله قضاء وقدر، علاش؟ أشنو ذنبها هي؟ واش هي كانت السبب في المرض ديالهم اللي غيغير اللي غتقولي ندير الخيرية؟ السبب اللي غيغير، اسمح لي جاتني الدوخة، وهو ملي جيت للمحكمة وتفكرت وليداتي بقاو يعني غيوليو يتامى، والناس هضروا معايا قالوا لي ديك السيده الا انا ما كان انا ما كنخافش من موت الفجاه، الا ناضت كتنوض في الليل كيجيها الجوع كتبغي شي حاجه، طاحت على موس، طاحت زلقات في الحمام، طاحت شي حاجه، هادشي ما غيعرفوش ما غيعرفوش المخزن. شكون هاد السيده؟ شكون انت دخلتيها؟ شكون بزاف الناس ما خلاونيش نكمل الخير ديالي، وليت مريضه. لا هاد السيده كلشي المغاربه خاصنا نوضوا ايد في ايد، خاصها تمشي لدار العجازه. صافي بغيتوا السيده تمشي لدار العجازه؟ واخا انا متفقه معاكم، اجي خذوها لدار العجازه وديو معاها القناة، وانا ما غاديش انا واخا نمشي ناخذ كريدي من لابونك وغادي نكمل من النار اللي فتحت القناة لدابا، غادي نعطي فهمتيني شنو بغيت نقول، غادي نعطي جمال بما حمل امي السعدية والقناة والفلوس باش ما تحسب عليا حتى حاجة. السؤال الأخير اللي عندي معاك، شنو هو الشيء الجميل اللي في الطريق ديالي ربحتي انت؟
أمي سعدية كون ما كانوش الناس وانتقادات الناس وهاد الحالة اللي وصلوني لها الناس أحسن حاجة وقعت لي في حياتي. أمي سعدية ما عرفتش الخير اللي دايرة بينا وبين الله. عرفتي واش قلتي لي أنت؟ قلتي لي كون كان في الماضي ناقص، يعني كان شي حاجة فاتت ولكن تفسيرهاش قلتي لي. إلا جينا نحللوا الكلام ديالك قلتي كون ما وقعوش هاد المشادات غتكون هي أحسن، هي ما عندها حتى شي حاجة أخرى زوينة بغض النظر عن انتقادات ترشق في الكلام من البعض. الناس تا هما لهم رأي، كاين اللي ممكن يكون عنده أدلة، أنا صعب أني نحكم على شي طرف وممكن يكون العكس، هذا نقاش مزيان. السؤال اللي عندي مضبوط، أشنو هو الشيء الجميل في المدة اللي كنتي معاه الآن؟ شي حاجه زوينه عطاتني، شي حاجه اللي ما عطاتهاش ليا، سمح لي يا ماما وسمحوا لي يا بابا، عطاتني شي حاجه اللي ما عطاوهاش ليا والديا وما عطاتهاش لي جداتي. شنو الحاجه؟ عطاتني الحنان، الا تعطلت كتسول عليا، كحبت في الماكله كتقول لي جيبوا لها الماء بنتي غتموت. لا لا ما نقدرش نفرط فيها، ما نقدرش. والله ما نقدرش. واخا تفضلي معايا حيت كاين الكاميرا. ما نقدرش ما نقدرش. دخلت ابقي حدا حيت الكاميرا باش نكمل معاك. ما نقدرش، تفكرت شي حوايج دابا ما نقدرش. انا غنناقش كتهضري معايا وانت بغيتي تبكي. ما نقدرش، تفكرت ملي نكونوا جالسين في الطبله ما بغيتش ناكل كتقول لهم. حاولي تخليها معاك الا قدرتي. نقدر دابا حيت الصدمه ديال المحكمه، ما عرفتش حيت كنت نقول انا غدا الحبس، انا كنت في المحكمه نقول غدا الحبس. السؤال الاخير اللي عندي معك، الشق المالي اللي درتي القناه عن طريق الحضور ديالها توفقتي شي في شيء؟ انا متى كانت سبب حتى هي صحيح؟ الصراحة زوينة مع الرأي العام. صراحة زوينة مع الرأي العام، ما كاينش مداخل كبيرة باش أنا غدا نفرح، يعني كنت أنا في الخدمة ديالي عندي مداخل كبر من هذه. ممكن تقربي. واخا مرحبا. كانت عندي مداخل كبر من هذه ولكن نقدر نقول. واش كانت عندك مباغل كبر من هذه وأنت تعرفتي عاد درتي القناة كيفاش؟ كانت عندي في البيع والشراء. يعني كناخذ سلعة بالجملة، كناخذها من الشاري. لا نناقش الوضع ديالك الخاص سواء في الشكل الاجتماعي ولا المالي. هو سمعيني انطلاقا من الحضور ديالها، من التعرف ديالك عليها، وهي كاينه باش درتي القناه. انا كنناقش معاك الحضور ديالها في القناه، الاسهام ديالها دخلات معاك بوجه مكشوف، كتعطي حسب يعني داك طريقه الكلام ديالها، بعض المصطلحات شيئا ما فيها نقاش، الطريقه ديالها كسبت حب المغاربه، تعاطفوا معها بالقناه ديالك ولكن بالحضور ديالها هي لها دور كبير اكيد ماديا ومعنويا. كل ما كانتش ام سعدية ما تكونش ساره، وكل ما كانت ساره ما غتكونش ام سعديه. هو الاعتراف الجميل. انا نقول لكم كل ما كانت ساره ام سعديه العام الله كنت تعرضت لاغتصاب في الزنقه، هي فهمتيني، تعرضت للجوع الموت البرد. هذا كل ما كانت ساره عاد بلا مش طراجيم، ويا ربي تسمح لي على هذه الكلمه لان الله اللي سخرني ليها ياك. ما عرفتش انا شنو الحاجه الزوينه اللي دارت باش انا تلاقيتها. كل ما كنتش انا ما تكونش ام سعديه، وكل ما كانتش ام سعديه ما غنكونش انا في السوشيال ميديا، لانني كاينين شنو انا غادي نعطي للناس؟ ما عندي، راه كاينين محسن مني وما وصلوش. اسكي ما تصيفطيهاش للخيريه على حساب هذا الاعتراف التلقائي ديالك. انا قلت غادي تمشي للخيريه وما عندي، ما بقيتش انا غادي نبان في السوشيال ميديا، ما عنديش. دابا غتناقشي معايا اللي غير لك شيئا ما وانت خرجتي من المحكمه، الوضع النفسي ديالك ليس على ما يرام، شنو المشكله جيتي المحكمه اللي هي طرف فيه؟ المحكمه هي اللي خلاتني نفكر في هذا الشيء. شفت الحبس، شفت ناس كتبكي، شفت ناس غادي نظلم تقول لك انا ما درت والو، شفت ناس كتقول لك انا كان واقف حدايا ما فهمتش كيفاش تسخفط على راسه وقال لك دفعته. دخلي لي الموضوع، السبب الحضور ديالك انت في المحكمه. السبب الحضور ديالي هو نزاع مع واحد الممرضه بسبب ام سعديه. فام سعديه كانت مريضه، ديناها الطبيب باش تاخذ، دينا لوبيتال باش تاخذ الاسعافات الاوليه والعلاج ديالها. ملي طلبت المساعده من لانفيرميير باش ديها معايا للمرحاض عزكم الله، وهي كتبوا لها كيف حوايجها حاشاكم، ما بغاتش، قالت لي ضرني ظهري وصحاب الروتين هادو كاع ما تحنوا فيهم بحال هكا. فانا ما جاوبتهاش في ديك الساعه، تدخلت ام سعديه، وملي خرجت قلت لهم، قالت لي الطبيبه لام سعديه راه الحاله ديالها راه صعيبه بزاف، خاصها ضروري دابا دير الكارديو. قلت لهم بغيت لومبيلونس، قالت لي فاش جبتو؟ قلت لها في لومبيلونس الحمراء. قالت لي رجعوها فيها. قلت لها ما يمكنش ترجع. قالت لها في الطوموبيل. قلت لها عندكم لومبيلونس؟ قالت لي كتمشي غير لحاله الطوارئ. قلت لها وهي قلتو الحاله ديالها على خطيره، يعني شنو؟ ما فهمتش، يعني كاين تناقض في الهضره. هذيك لانفيرميير وهي تبدا تضحك، قلت لها علاش كتضحكي؟ وهي تقول لي، قلت لها محشومه عليك؟ قلت لها انت باش غادي تضحكي وسيده في هذه الحاله هذه؟ انت قليله الادب، وانا كنت مستريسيا. وهي تقول لي كيفاش قليت الادب؟ انا بخسر عليا وما خسرت عليا باش نسمع. المهم دخلتي معاه في مشادات خايبه. كيفاش وصلتوا للقضاء؟ هي ديك الساعه قالت لي انتوما اصحاب القنوات تسرتوا، حنا ولينا كتعلينا كيبغي يشتف علينا وانا غادي نوريك.
قالت لي ما نتفكش معك، عيطوا للبوليس دابا بدات تتغوت، دارت مشكل في لوبيتال. جاو البوليس قلت لهم راه السيده حالتها خطيره وهذا، قال لي دابا واش حنا نشوفوا السيده ولا هذه كتغوت، ديروا خدمتكم. خلاو السيده في دينا الطوموبيل ديالها، بقات حالتها حاله الليل كامل وحنا كنصوبوا في المحضر ديالها. ما حاولتيش تصوبي واحد الوثيقه مع امي السعديه انك انت المسؤوله عليها في اطار المساعده؟ ما عرفتش كيفاش غادي ندير، حيت مشيت انا للكوميساريه قال لي ما عندي ما ندير لك حيت هذا الشيء، ما قال لي الله يوفقك على فعل الخير. دابا عندك الجلسه؟ الجلسه دازت. اليوم كان عندك التقديم ولا عندك الجلسه؟ التقديم عفوا. باغي تمشي للجلسه؟ لا الجلسه باقا حتى الشهر الماجي ان شاء الله. شنو هو التكييف للمتابعه؟ باش متابعه عندي؟ باهانه موظف اثناء مزاوله عملي. هادشي اللي وقع في مصحة ولا في سبيطار ولا فين؟ في سبيطار ديال الدولة. ديال الدولة. وهي عندها شي شهود؟ كتقول عندها شهود وأنا عندي شهود. أنت كاين عندك شهود وهي عندها شهود؟ أنا عندي شهود وهذوك الشهود اللي شهدوا لي عندي معاهم نزاع، ولكن قالوا لي ماشي مشكل حنا غادي نشهدوا معاك. أمي السعدية شنو كتقول في هذا الموضوع؟ أمي السعدية بغات تجي معايا، قالت لي ما تدخليش للحبس، من لما تخليني. أمي سعدية قبل ما تمشي قالت لي نطلبك واحد الطليبه، قلت لها نعم، قالت لي خلي لي الفلوس، قلت لها انت عندك الفلوس؟ قالت لي لا هادو ما قادينيش، باش الا مشيتي نعرف فين نمشي. دابا قلتي لي جوج كل حاجه في الطريق، الاولى قلتي لي فين غاده بنيتي ما تخلينيش، والثانيه قالت لي بجوج هكا، قالت لي يعني عارفه وبحال كتقول داخت بها ما عرفاتش ما تقول، هادو هما الكلمات اللي خلات لي. ملي خرجتي الان دابا ما اتصلتش بك اليوم؟ أمي سعدية عيطات لي بنت خالتي قالت لي راه كتبكي وكتسول عليك، قلت لها قول لها بخير. شكرا لك، عطيتيني مجموعة من النقاط في الموضوع وكنتمنى لك التوفيق، لأنه كيبقى دائما الجانب الأول وهو حسن النية ديالك، الله يوفقك في المسار، كما أن المغاربة راه تيطلبوا منك الاهتمام أكثر بهاد الأم وغتكبري في عينيهم بشكل كبير. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا صار موضوع النقاش، درجنا معها مجموعة من الأسئلة التي تطرح في الرأي العام. أم السعدية امرأة متقدمة في السن، الله عز وجل كتب اللقاء ديالها بصارة، كان لقاء فيه نوع من التعارف أو لقاء بسيط، إلا أن من بعد ولا فيه تطورات ولات فيه العاطفة، صارة ولات تقول هاد السيدة غادي نبقى معها مدى الحياة في الدنيا. مشاهدينا الكرام مجموعة من الخرجات فيها نقاش، أسئلة تطرح في الرأي العام درجنا معه، والسر بين سارة وأم السعدية تعلموا الله عز وجل. مشاهدينا الكرام هي تناقش حسن النية ديالها، أم السعدية حتى هي على صلة وعلى قرب من سارة، كما نتمنى في الأخير أن يدوم هذا الخيط الأبيض بيناتهم. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.